المصارف لا تضخ سيولة ولافتات ترسم أسعارا أقرب ما تكون للصدمة، وبين هذا وذاك يبقى المواطن هو الضحية. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بليبيا لا يقف عند يوم أو ما بعده، بل التصاعد المستمر شمل مواد ضرورية كالحليب والزيت والدقيق، حتى أصبح مجازاً لمن يريد أن يصف الوضع بالأزمة الخانقة التي أثقلت كاهل المواطن غنياً كان أم فقيراً. والله مسكين المواطن يعني العادي يعني يحك تحليب اليوم بسبعة غدا ممكن يلقاها بعشرة يعني. والله غلط، شو بنديروا؟ المواطن الكادح هو الذي يدفع الثمن من كل هذا، وما يزيد الطين بلة هو غياب السلطات المعنية بمراقبة الأسعار، ما جعل الأمر يسيرا على التجار في التلاعب بالأرقام كيفما شاءوا وابتغوا. معاش ملحقين مع ارتفاع عدم وجود تسعيرة محدودة، عدم وجود كمية محدودة، عدم وجود مصداقية في صندوق موازنة الأسعار، في التجار أنفسهم يتكالب على جمع الأموال، فرايح فيها الشعب المواطن الكادح وجميع فئات الشعب متهترة بالارتفاع الأسعار. بالنسبة للزيت والحليب، الزيت تو بسبعة والحليب بستة ونص. الارتفاع بشكل كبير ضر الناس نوعا ما. سيولة في المصارف ما فيش، تمشي المصرف تشد الطابور يسب 500 جنيه وما يديرن شيء الوقت الحالي، وربك يفرج وخلاص. سلع غذائية وفيرة، لكن يد المواطن قليلا ما تمتد إليها في ظل تضخم الأسعار وجشع التجار. ليس هذا فحسب، بل استمرار أزمات معيشية أخرى كالسيولة والكهرباء والوقود تدفع إلى التساؤل عن مصير المواطن البسيط الذي زادته أزمة الغلاء حاجة فوق الحاجة، دون تدخل الجهات المسؤولة لوقف كل تلك الأزمات.